السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام مير أهل الرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة بحل المحافظة السادسة وهي محافظة الدقهلية فرع رياضة البحتة لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي، مكملين في خطة المراجعة النهائية إن شاء الله اللي احنا ابتديناها بحل كراسة المعاصر. كراسة المعاصر قلنا عندنا 10 محافظات مطابقة لنظام الامتحانات بتاعك و10 نماذج برضو مطابقين لنظام الامتحان بتاعك. بأمر الله هنخلص المحافظات وهندوس في النماذج. الناس المستعجلة على النماذج، النماذج محلولة بالكامل من السنة اللي فاتت، ولكن كل التغيير ان هم ظبطوا النموذج يكون مطابق للامتحان اللي هم 28 سؤال اختر واربعة مقالي، ولكن هي نفس الاسئلة، نفس الاسئلة اللي موجودة في النماذج هي بتاعت السنة اللي فاتت بالظبط. هم غيروا من شكل الامتحان مش اكتر من كده، وتأكد بنفسك لما تبص على نماذج السنة اللي فاتت. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعادة لو محتاج ملازم المراجعة او ملازم الشرح الخاصة بيا، كل اللي عليك هتبعت رسالة واتس على الرقم اللي موجود في وصف الفيديو. ابعت لي رسالة ابعت لك تفاصيل الملازم وابعت لك عينة منها، هي بمبلغ رمزي بسيط جدا بامر الله. تعال نتوكل على الله وخلينا نبتدي. السؤال الاول بيقول لك اذا كانت دال دالة زوجية في الفترة من الف لباء فان الباء عبارة عن ايه؟ اتفقنا ان الدالة الزوجية بتكون في فترة متماثلة، ولازم الفترة دي مش مهندس يا اما الاتنين مغلقين يا اما الاتنين مفتوحين. ويعني ايه متماثلة؟ يعني مثلا لو العدد الاول هو سالب 3 يبقى العدد الثاني موجب 3، يعني هو المعكوس الجمعي بتاعه. كلام جميل. فالالف يبقى هو المعكوس الجمعي بتاع الب، او الب هي المعكوس الجمعي بتاع الالف. فبيقول لك الب هي عباره عن ايه؟ يبقى هي المعكوس الجمعي بتاع الالف اللي هو بالنسبه لي سالب الف، ويبقى اختيارنا الصح هو الاختيار ب. رقم 2، جميع الدوال الآتية أحادية على مجالها ما عدا الدالة. طبعا 3 س دي دالة خطية، واتفقنا مش مهندس ان رسمتها كده لان الميل موجب وهتمر بنقطة الاصل، فلو عملت اختبار خط افقي هيقطعها في نقطة واحدة، يبقى دي دالة أحادية. 1 على س عبارة عن دالة كسرية بالشكل ده كده مش مهندس اهو، واتفقنا برضو ان ده باختبار خطه الافقي عبارة عن دالة أحادية، لان الخط ده قلنا بينزل حتة بسيطة جدا، يعني بالنسبة لي برضو دي دالة أحادية. 5 يا باشمهندس بقى دي دالة زوجية، وقلنا الدالة الزوجية عمرها ما تبقى أحادية لأنها متماثلة. فهنا بالنسبة لي يا باشمهندس مثلا دي الخمسة، فلو عملت اختبار خط أفقي هيعدي بعدد لا نهائي من النقاط، يبقى دي مش دالة أحادية. طبعا السين تكعيب برضه يا باشمهندس دالة أحادية، لأن أنت أكيد عارف رسمتها عاملة بالشكل ده كده، فمهما عملت برضه اختبار خط أفقي هيقطعها في نقطة واحدة. يعني أنا بالنسبة لي كله أحادي ما عدا الاختيار رقم ج اللي هي الدالة الثابتة. مدى الدالة دال س بتساوي س تربيع ناقص الواحد، قلنا الطريقة السهلة. لو معايا دالة تربيعية بيبقى المدى بتاعها من العدد اللي بره لحد موجب ما لا نهاية لو الس تربيع موجبة، فالعدد اللي بره سالب واحد لحد الموجب ما لا نهاية اللي هو الاختيار ب. طب تعالى يا باشمهندس أنا مش عارف الطريقة دي، مفيش مشكلة، هتجيب لي نقطة رأس المنحنى الس تربيع مش مضايقة حاجة يبقى صفر، وتاخد العدد اللي بره زي ما هو يبقى سالب واحد. كلام جميل جدا. هنبدأ نرسم رسمتنا يا باشمهندس. نقطة رأس المنحنى صفر وسالب واحد وليكن هنا، وبما أن س تربيع موجبة يبقى أنا بالنسبة لي الرسمة مفتوحة الأعلى بالشكل ده كده. المدى من على محور الصادات أقل نقطة سالب واحد وطلع لحد الموجب ما لا نهاية، يبقى فعلا الإجابة بتاعتي من سالب واحد لحد الموجب ما لا نهاية. رقم 4، الدالة دال س بتساوي القيمة المطلقة لس زائد 2 تكون تناقصية في الفترة من سالب العدد يا باشمهندس لحد الصفر. تمام، بس أنا يا باشمهندس ما بعرفش أعمل كده اللي هي صفر المقياس يعني. بس انا مش هعمل كده، هنعمل ايه يا باشمهندس؟ ركز معايا. هنبدا نصفر اللي هو المقياس، يعني س زائد 2 بتساوي صفر، دي هتروح الناحيه الثانيه، يبقى اذا س بتساوي سالب 2. تعرف كده يا باشمهندس نقطه راس المنحنى او نقطه التماثل؟ طبعا يا باشمهندس، خلي بالك ما فيش هنا عدد بره، يعني نقطه راس المنحنى او التماثل هي سالب 2 وصفر، يبقى بالنسبه لي مثلا دي سالب 2 وصفر، والرسمه 7 لان المقياس قدامه موجب. طبعا يا باشمهندس الفرع ده من ناحيه الشمال نازل والفرع ده طالع، هو عايز التناقص، فالتناقص هنا جاي من السالب ما لا نهاية لحد بالنسبة لي السالب 2، وخلي بالك ده اضطراد فلازم تبقى الفترة مفتوحة مفيش مغلقة خالص، يبقى من السالب ما لا نهاية لحد السالب 2 مفتوحة اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار د يا باشمهندس. خلاص بنجيبها ازاي بسرعة؟ قلت لك مقياس موجب سالب العدد ده لحد السالب ما لا نهاية، طبعا الفترة لازم سالب ما لا نهاية الأول، يبقى من السالب ما لا نهاية لحد السالب 2، ولكن عايز تعملها بالخطوات مفيش فيها أدنى مشكلة. رقم 5 بيقول لك مجموعة حل المعادلة، السين تربيع، قلت لك طالما لمحت مقياس حول السين تربيع لمقياس السين الكل تربيع، ما هو مقياس السين الكل تربيع يديك سين تربيع، ناقص مقياس السين، وال 12 هتروح الناحية التانية بسالب 12، الكلام ده بيساوي صفر.
ونبدأ نحلل وما تخافش، بدل ما نقسمها باشمهندس معادلتين دي طريقة سهلة جدا. المقياس س لكل تربيع هتقسمه المقياس الس في مقياس الس، الأخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، عددين ضربهم 12 فرق ما بينهم 1 4 في 3، والكبير شبه اللي في النص، هنا 4 وهنا 3. من هنا إن مقياس الس هيساوي سالب 3 وده مرفوض، مفيش مقياس يساوي كمية سالبة، تمام. ومن هنا إن مقياس الس بيساوي 4، يعني الس بتساوي موجب أو سالب 4، يبقى إذا مجموعة الحل موجب أو سالب 4 اللي هو بالنسبة لي الاختيار ب. 6 مجال الدالة دي، خلي بالك إن دي دالة كسرية، والبسط هنا مش دالة كسرية حدود، ده دالة جذرية، فأنا هجيب مجال البسط ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر، لأن البسط يساوي صفر عادي جدا. دي هتروح الناحية التانية، يبقى س أكبر من أو يساوي الاتنين، يعني بالنسبة لي يا باشمهندس من الاتنين لحد الموجب ما لا نهاية، ده كده مجال دالة البسط. نرجع تاني، دي دالة كسرية، بيبقى المفروض المجال ح ما عدا أصفار المقام. طب أصفار المقام اللي هي س ناقص الأربعة بتساوي صفر، دي هتروح الناحية التانية، يعني الس بتساوي أربعة. يبقى مجال الدالة الكسرية، وركز معايا، هو ح ما عدا الأربعة. يبقى انا معايا مجالين لازم اعمل لهم تقاطع، اكيد يا باشمهندس التقاطع يديني الصغير اصل ضحى، يبقى هيدي لي 2 لحد الموجب ما لا نهايه. والاربعه دي هل موجوده في الفتره دي؟ ما انا من 2 وبزيد، يبقى فعلا ما عدا الاربعه، يبقى من الاثنين موجب ما لا نهايه ما عدا الاربعه، اللي هو بالنسبه لي الاختيار ج. مساله جميله جدا. اللي بعده مجموعه حل المتباينه دي يا باشمهندس، طبعا دي متباينه اقل من، يبقى ما داخل المقياس اللي هو 2 س ناقص 5 أكبر من أو يساوي سالب العدد أقل من أو يساوي العدد، كلام جميل جدا. بعد كده يا باشمهندس هنضيف 5 في الأطراف، يبقى الـ 2 س أكبر من أو يساوي سالب 7 و5 سالب 2 أقل من أو يساوي 5 و7 12، هقسم على الـ 2، يعني الـ س أكبر من أو يساوي السالب 1 أقل من أو يساوي 12 على الـ 2 فيها الكام؟ فيها 6، يعني أنا بالنسبة لي من السالب 1 مغلق لحد الـ 6 مقفول، اللي هو بالنسبة لي الاختيار إيه؟ الاختيار أ. رقم 8 بيقول لك ابسط صوره للمقدار ده، مفيش ادنى مشكله، ركز معايا فيه. هنا يا باشمهندس ليها اكتر من طريقه، تمام، يعني الطرق كلها هتظبطك ما تقلقش. فهنا انت ممكن تبص على اقل اس فهتلاقي 3 اس س ناقص 1، فممكن تاخد 3 اس س ناقص 1 عامل مشترك، تمام. الاربعه هتنزل زي ما هي، والاساس هينزل اللي هو 3، واطرح الاسس، ما عند الاسم بطرح الاسس. س ناقص س بصفر، واحد ناقص ناقص واحد يعني موجب 2، يبقى دي 4 في 3 أس 2، ناقص ال 11 تنزل زي ما هي، و 3 أس س ناقص 1 على 3 أس س ناقص 1 اللي هي 1، يعني 11 في 1 يعني 11، حلو جدا. على أصغر هنا أس في المقام هو ده اللي هو 3 أس س ناقص ال 2، ده الصغير. طيب هنزل ال 2 زي ما هي، في هنزل الأساس 3 وأطرح الأسس. س ناقص س صفر، صفر هنا ما هو مفيش عدد هنا، ناقص ناقص 2 يبقى موجب 2، يبقى دي عباره عن 2 في 3 اس 2 زائد، ركز معايا، طبعا السبعه هتنزل زي ما هي، و3 اس س ناقص 2 على 3 اس س ناقص 2 بواحد، يبقى ده الشكل النهائي، تمام يا باشمهندس. يبقى دي عباره عن 3 اس س ناقص الواحد في 4 في 3 اس 2، طيب 3 اس 2 اللي هي 9 في 4 ب 36 ناقص ال 11، حلو. على هنا 3 اس س ناقص ال 2 في 3 أس 2 ب 9 في 2 ب 18 زائد 7 25، وللصدفة 36 ناقص 11 25، فدي هتطير مع دي، تمام جدا. يبقى هيفضل لك إيه يا باشمهندس؟ هيفضل لي الاثنين دول، فهنزل الأساس اللي هو 3 وأطرح الأسس، يعني البسط زي ما هو س ناقص الواحد والمقام أغير إشاراته، يبقى سالب س موجب 2، دي هتطير مع دي، فيفضل لي 3 و2 ناقص الواحد اللي هو 1، 3 اس 1 ب 3، يبقى قيمه المساله دي كلها ب 3 اللي هو الاختيار ب. ده سؤال اصلا يجي لك مقالي، ولكن جاي لك هنا في صوره سهله جدا بامر الله، وتعالى نشوف الجزء اللي بعده. 9 اذا كان لوغاريتم س ص للاساس 2 بيساوي 4، طب ما تيجي نستفيد من المعلومه دي يا باشمهندس، يبقى ما داخل اللوغاريتم اللي هو س ص بيساوي ده اس ده، يعني بالنسبه لي 2 اس 4، تمام جدا، سيبها سيبها زي ما هي مفيش مشكلة. طيب دي يا باشمهندس ايه بقى؟ تعالى نرجعها كلها لأصلها، لأننا نلاحظ إن كلها لوغاريتم 2، فالتلاتة دي هتنزل هنا ودي هتنزل على الأس هنا، يعني دي كأنها لوغاريتم س أس 3 للأساس 2 زائد لوغاريتم ص أس 4 للأساس 2 ناقص لوغاريتم س ص تربيع للأساس 2. طب ما من هنا أقدر باخد لوغاريتم 2 وأحول الجمع لضرب، يبقى دي س تكعيب ص أس 4، والطرح يتحول لقسمه تحت يعني س ص تربيع، يعني دي بتساوي ادي لوغاريتم اساسه 2، س تكعيب على س بس تربيع، ص اس 4 على ص تربيع بص تربيع،
حلو جدا. يعني انا دي ممكن اكتبها بالشكل ده كده، اللوغاريتم اساسه 2 واخد الاس عامل المشترك يبقى س ص لكل اس 2. جميل. طب ما انا مش مهندس، خلي بالك انت معاك معلومه ان س ص 2 اس 4، يعني دي 2 اس 4 لكل اس 2، كلام روعه. يعني دي بتساوي ادي لوغاريتم اساسه 2 وادي الاثنين قصين فوق بعض يتضربوا في بعض يبقى 4 في 2 ب 8، كلام جميل. ده هيتزحلق هنا يعني هيساوي 8 لو 2 للاساس 2 اللي هي ب1، يبقى اذا الناتج كله 8. يبقى اذا الاختيار بتاعي هو الاختيار د 10. اذا كانت د س بس ناقص 3 ر س بس تربيع، عايز مني د تركيب ر عند قيمه 5. والله ادي الد وانا هسيب اللي جوه القوس ر 5، يبقى انا عايز ابحث الر 5، هعوض في الداله اللي اسمها ر ب5، ما هي س تربيع ف 5 تربيع ب25، يعني دي هتساوي داله، ما انا جبت الر 5 ب25، داله ال 25، يعني هعوض بالداله اللي اسمها د ب25، هشيل السين واحط 25، يبقى دي 25 ناقص 3 يعني 22، يعني اختيارنا الصح هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. 11. إذا كان 2 أس س زائد الواحد ناقص 2 أس س ناقص الواحد بيساوي 3، فإن قيمة السين، طبعًا أنا هاخد الأس الصغير اللي هو 2 أس س ناقص الواحد، حلو جدًا، هنزل الأساس اللي هو 2 وأطرح الأسس، س ناقص س بصفر، واحد ناقص ناقص واحد يبقى موجب 2، ناقص 2 أس س ناقص واحد على 2 أس س ناقص الواحد بواحد، حاجة على نفسها، إيه الكلام ده بيساوي 3. 2 أس 2 بـ 4 ناقص الواحد، فخلي بالك دي بـ 3، فالـ 3 هتروح مع الـ 3. فيفضل لك 2 أس س ناقص الواحد بيساوي 1، وطالما الناتج 1 يبقى إذا الأس بصفر، يعني س ناقص الواحد بتساوي صفر، دي هتروح الناحية التانية يبقى إذا قيمة السين بتساوي 1، يعني اخترنا الصح هو الاختيار إيه؟ الاختيار ب. رقم 12. الدالة العكسية للدالة دي، حاضر، دالة س دي اللي هي عبارة عن ص، هغير المتغيرات، هشيل الصاد وأحط س، وأشيل السين وأحط ص، المفروض زائد 4، طب أنا عايز الصاد فدي هتروح الناحية التانية، يعني اذا الص بتساوي س ناقص الاربعة، والص طبعا هي د سالب 1 س، يبقى د سالب 1 س س ناقص 4 اللي هو بالنسبه لي الاختيار ا. تمام يا باشمهندس. 13. اذا كانت د س ب 5 اس س، د س زائد 1 ب 125، طيب هنزل الاساس اللي هو 5 وهبدل كل س ب س زائد 1، يبقى 5 اس س زائد 1، وال 125 هي 5 اس 3، الاساس بيساوي الاساس، يبقى اذا الاس بيساوي الاس، يبقى اذا س زائد 1 ب 3، دي هتروح، يبقى اذا السين بتساوي 3 ناقص 1 بموجب 2، يبقى اذا قيمه السين بموجب 2، واختيارنا الصح هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. 14. اذا كان لو س زائد 11، طبعا لوغاريتم معتاد فده اساسه 10 بيساوي 2، يبقى اذا ما داخل اللوغاريتم اللي هو س زائد 11 بيساوي ده اس ده، يعني 10 اس 2 اللي هي 100، دي هتروح الناحيه الثانيه، يبقى اذا السين بتساوي 100 ناقص 11 ب 89، يبقى الاجابه بتاعتي هي الاختيار ج بكل سهوله. 15. نهايه لما س تقترب من الاثنين، حاضر يا باشمهندس، ادي نهايه س لما تقترب من الاثنين، ادي س تكعيب، وال 8 دي 2 اس 3 على س ناقص الاثنين، طبعا دي نظريه 4، اس البسط على اس المقام 3، فماذا اقول اليه النهايه؟ 2، اطرح الاسس، 3 ناقص 1 2، 2 أس 2 بـ 4 في 3 بـ 12، يبقى إذا الإجابة بتاعتي والاختيار الصح هو الاختيار د بيساوي 12. اللي بعد بيقول لك إذا كانت د حيث د س، دي دالة متصلة عند س بيساوي صفر، فإن قيمة الكاف، طيب ده معناه إن دالة الصفر يمين بتساوي دالة الصفر يسار بتساوي دالة الصفر لأنها متصلة، وقلنا س لا تساوي الصفر دي معناها النهاية، والنهاية اللي هما الاتنين دول مع بعض، يبقى نهاية لما س تقترب من الصفر. طيب ادي س زائد 3 الكل اس 4، والواحد و80 3 اس 4، هنا بالنسبه لي على س دي النتيجه، النتيجه بتقول لك خد الاس اللي هو 4 في العدد اللي بره وقلل من الاس 1، يبقى دي 4 في 3 اس 3، 3 اس 3 ب 27 في 4 ب 108، طب ما هي مين دي يا باشمهندس؟ دي داله الصفر يمين وداله الصفر يسار طلعت ب 108 اللي هي النهايه، ما بتساوي داله الصفر، ما هو داله الصفر هنا يا باشمهندس بتساوي كاف، لما دالة الصفر بتساوي دول يبقى اذا الكاف برضه بتساوي 108، يبقى اذا الاجابه بتاعتي 108 واختيارنا الصح هو الاختيار ده. 17. نهايه لما س تقترب من المالا نهايه، حاضر ادي نهايه لما س تقترب من المالا نهايه، ادي 5 س اس سالب 2 اللي هي 1 على س تربيع، طيب وادي 3 س اس سالب 2 يعني 3 على س تربيع زائد الواحد، طب ما احنا عارفين في المالا نهايه اي حاجه مقامها س بصفر، فدي صفر ودي صفر، يعني النهاية 5 على 1 اللي هي 5، يعني الاختيار ج، ما تتسرعش هنا وتقول لي آخد يا باشمهندس
اكبر معامل اكبر سين في في البسط، وعامل اكبر سين في المقام. اقول لك صح بس هتغلط، اكبر سين في المقام. يعني تخيل ان المساله جايه لك كده 5 اس س اس ص زائد س اس سالب 2 على 3 س اس سالب 2 زائد 1 س اس ص. هو الاكبر س اس ص ولا س اس سالب 2؟ لا خليك لماح، الاكبر س اس ص. فانت هتاخد المعامل اللي هو 5 على 1 في ال 5. انما في الناس هتتلخبط، هتاخد معامل السين اس سالب 2 على معامل السين هنا سالب 2 يبقى 1 على 3 وتختار تلت. لا، هنا اكبر سين هي سين اس صفر بس مش مكتوبه، لان سين اس صفر بكام؟ بواحد. فخلي بالك من النقطه دي. تمام تمام يا باشمهندس، تعالى نشوف اللي بعده. 18 بيقول لك اذا كانت نهايه لما سين تقترب من الثلاثه بتساوي رقم. طيب طالما النهايه يا باشمهندس طلعت ناتج، يبقى هي في الاصل كانت كميه غير معينه. يعني لما اعوض في البسط عن س ب 3 يبقى 9، ما هي 3 تربيع ب 9 ناقص اللام لازم تساوي صفر. ليه؟ لان البسط صفر والمقام صفر، لان لما اعوض في المقام برضه هتبقى 3 ناقص 3 وبرضه بتساوي صفر. تمام، فانت من البسط 9 ناقص لام بتساوي صفر، فده هتروح، يبقى اذا اللام بتساوي 9. يبقى انا اول حاجه عرفتها ان اللام بكام؟ ب 9. طبعا ما فيش اي واحده فيهم اللام بتاعتها ب 9 الا الاختيار جيم، فممكن نختارها مباشرة. ولكن تعال نكمل، بعد ما عرفت ان اللام بتسعة، فاذا النهاية بتاعتي هي نهاية س لما تقترب من التلاتة س تربيع ناقص تسعة، لان ممكن نحللها س ناقص التلاتة في س زائد التلاتة. الكلام ده على س ناقص التلاتة، دي هتروح مع دي، فيفضل لك س زائد التلاتة. عوّر عن السين بتلاتة بقى، يبقى تلاتة زائد تلاتة ستة، يبقى اذا الميم اللي هو الناتج بستة، يبقى فعلا تسعة وستة. نهاية لما س تقترب من الصفر واحد ناقص جتا 8 س على 4 س، هنحلها بطريقة أبسط مما تتخيل، لأن الموضوع سهل. أنت عارف أصلا من النظرية إن 1 ناقص الجتا س على السين بصفر، وقلت لك لو الزاوية دي اتغيرت، يعني مثلا دي 1 ناقص جتا 8 س، فلازم إن المقام يبقى 8 س، برضه الناتج هيطلع بصفر. طيب ما هي دي 1 ناقص جتا 8 س، الأربعة دي أنت عايز تخليها 8، إيه المشكلة بتاعتك؟ بص أدي 1 ناقص الجتا 8 س، الأربعة س عشان أخليها 8 س هضربها في 2، يبقى دي هخليها 8 س، يعني كأن ضربت هنا في 2، بس طالما ضربت تحت في 2 لازم أضرب فوق في 2، فأنا هطلع الاتنين بره النهاية. كلام جميل جدا، يبقى قيمة النهاية دي عبارة عن 2 في الجزء ده كده كله اللي هو قيمة النهاية بصفر، يعني هي بتساوي 2 في صفر اللي هو صفر، ويبقى بالنسبة لي الاختيار بتاعي هو الاختيار ده، من غير بقى ما تقعد تحول الواحد ناقص الجتا وتقعد تلعب لعبة طويلة، لا هي بتتحل كده بكل بساطة. نهاية لما س تقترب من الاثنين، طيب واضح يا باشمهندس هنا ان في جذر، تمام جدا، والجذر ده يبقى ضرب في المرافق 4 س زائد الواحد ناقص التلاتة. لما تحلل المقام بالمرة س ناقص الاثنين في س زائد الاثنين، فرق ما بين مربعين، واضرب في المرافق اللي هو جذر 4 س زائد الواحد موجب تلاتة، وهنا برضو نفس الجذر. حلو جدا، ها يلا جذر في جذر يديك اللي تحت الجذر اللي هو 4 س زائد الواحد، سالب تلاتة في موجب تلاتة بسالب 9. الكلام ده على نفس المقام الطويل ده كله، تمام؟ سيبه نفس المقام. 1 ناقص 9 دي سالب 8. هناخد 4 من البسط عامل مشترك، فيفضل لك س ناقص ال 2. بص بقى، هنختصر دلوقتي، هنا س ناقص ال 2 اللي هو نفس المقام، س زائد 2 جذر 4 س زائد الواحد موجب 3. هنشيل دي مع دي، وبناء عليها هنعوض، فيفضل لك في البسط 4، وعوض بقى عن السين ب 2. هنا 2 زائد 2 4 في عوض هنا على السين ب 2، 4 في 2 ب 8 زائد 1 9، جذر 9 3، و 3 زائد 3 6، يبقى ده 4 في 6، هنشيل ال 4 مع ال 4، يبقى يفضل لك 1 على 6 اللي هو سدس، يبقى بالنسبه لي الاختيار بتاعنا هو الاختيار ايه؟ الاختيار أ. 21 نهايه لما س تقترب من الصفر جا تربيع س، والله جا تربيع س ممكن نعملها بحركه ظريفه كده، نخليها جا س في جا س، ايه المشكله؟ في ظا 3 س. الكلام ده كله على 4 س تكعيب. طب انا هقسم المقام على س تكعيب، والبسط هقسمه على س تكعيب، بس هوزع الس تكعيب كل واحده تاخد لها س، ما هنا س في س في س ب س تكعيب، يبقى هنا نستخدم النظريه مباشره، جا س على س بواحد في جا س على س بواحد اللي هو معامل على معامل، ظا 3 س على س 3 على 1 في 3 يبقى ليه 3 على هنا السين تكعيب هتروح مع السين تكعيب يبقى 4، يبقى إذا الناتج كله 3 على الأربعة اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار أ. نهاية لما سين تقترب من الباي جا سين على باي ناقص سين، طيب قال نهاية لما سين تقترب من الباي، والله الجا دي ممكن أخليها جا باي ناقص السين،
برضه هنا على باي ناقص السين. ليه يا باشمهندس؟ هقول لك 180 ناقص في الربع الثاني والجمع وجبه وال 180 ما اتغيرش، يبقى هي دي هي دي. عشان تبقى الزاويه هنا شبه الزاويه اللي تحت فاخد معامل على معامل، معامل على معامل يبقى 1 على 1 فيها 1، يبقى اذا قيمه النهايه بتساوي 1 اللي هو الاختيار الف. هنا في المحافظه دي جميله جدا ان هو جايب لك السهل الممتنع في النهايات. السؤال اللي بعده بيقول لك في المثلث س ص ع، اذا كان س شرطه بيساوي ص شرطه فان جتا س بتساوي ايه؟ طبعا هنكتب قانون الجتا س اللي هو عباره عن ص شرطه تربيع زائد العين شرطه تربيع ناقص السين شرطه تربيع على 2 من ص شرطه عين شرطه. انت عندك ملحوظه ان س شرطه بتساوي ص شرطه، فانا ممكن ايه يا باشمهندس؟ هقول لك انا دلوقتي هو سايب في المقام هنا مره عين شرطه ومره س شرطه ومره س شرطه ومره عين شرطه، فانت عايز اللي يسيب لك في المقام حاجه من دي. مبدئيا هيبقى في المقام في 2، فيا اما س شرطه يا اما عين شرطه. تمام، خلاص انا على دلوقتي العين شرطه انا اخلص منها، يبقى الص شرطه دي انا هشيلها يا باشمهندس واحط مكانها س شرطه، بس كده بس كده. يعني دي يا باشمهندس هشيلها واحط مكانها س شرطه تربيع، لان الس شرطه بتساوي الص شرطه، وهشيل برده الص شرطه واحط مكانها س شرطه. تمام، الس شرطه تربيع هتروح مع سالب س شرطه تربيع، فيفضل لك في البسط عين شرطه تربيع، ويفضل لك في المقام 2 س شرطه عين شرطه. العين شرطه هتروح مع الاس، فيفضل لك في البسط عين شرطه على ال 2 س شرطه. يبقى عين شرطه على 2 س شرطه، مظبوط كلامك اللي هو الاختيار رقم ج. تمام، ليه عملت كده؟ عشان بدل ما اقعد اجرب كتير استنتجت الاجابه من الحل اللي هو اعطاه لي. تمام كده، تمام يا باشمهندس. تعال نشوف اللي بعده. 24 بيقول لك في المثلث د ه واو ج د زائد الهاء على ج د زائد الجا هاء. طيب بكل بساطه انا عارف ان اي مثلث مجموع زواياه كام؟ 180. يبقى زاويه د زائد زاويه ه زائد زاويه واو المفروض ب 180 درجه. طب هو سايب د وهاء ودي للناحيه الثانيه، يبقى اذا زاويه د زائد زاويه ه المفروض بتساوي 180 ناقص زاويه واو. طب هو واخد الجا، فانا هاخد جا الاثنين دول مع بعض واخد جا الاثنين دول مع بعض، فانا كده هستنتج ان ج د زائد الهاء بيساوي 180 ناقص في ربع الثاني والجاب ومجابه وال 180 ما اتغيرش، يعني بتساوي الجا واو. فممكن اشيل الجا د زائد هاء واحط مكانها جا واو، يعني دي كانها جا واو على جا د زائد الجا هاء، وقلنا النسبه ما بين الجهات هي النسبه ما بين الاضلاع، فالجا واو ممكن احط مكانها واو شرطه، والجا د احط د شرطه، والجا هاء هي ه شرطه. يبقى بالنسبه لي الاجابه واو شرطه على د شرطه زائد الهاء شرطه، اللي هو بالنسبه للاختيار باء. سؤال برضو جميل جدا جدا. في المثلث ا ب ج يكون 4 ب شرطه على ج باء. افكرك الب شرطه على الج باء المفروض بتساوي كام؟ بتساوي 2 نق. حلو، فلو ضربت هنا في البسط في 4 يبقى لازم اضرب هنا في 4، يبقى 4 هنا خلاص ب شرطه على ج باء اللي هو عايزه، يبقى هيساوي 4 في 2 نق اللي هو بالنسبه لي 8 نق. وهو كاتب لك كلمه نق، يبقى بالنسبه لي الاختيار بتاعي 8 عشان الناتج يكون 8 نق. 26 بيقول لك في المثلث ا ب ج ا شرطه الى ب شرطه الى ج شرطه 3 الى 2 الى 2. خلاص ممكن اخلي ال ا شرطه الى ال ب شرطه الى ال ج شرطه بتساوي، احط ثابت التناسب 3 م الى 2 م الى ال 2 م. طيب هو عايز منك الجتا ا اللي هو قانونها ب شرطه تربيع زائد ال ج شرطه تربيع ناقص 2 ب شرطه سوري ناقص ال ا شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه. تمام، الب شرطه تربيع خلي بالك الب اهي يعني 4 م تربيع زائد الج شرطه تربيع برضه 4 م تربيع، هي ايه كل الاقلام بتخلص دلوقتي ولا ايه؟ تمام، ناقص ال ا شرطه تربيع اللي هو 3 د يبقى 9 م تربيع. الكلام ده على 2 في الب شرطه ب 2 م في الج شرطه برضه ب 2 م. تمام، 4 و 4 8 ناقص 9 1 يبقى دي سالب م تربيع، وهنا 2 في 2 ب 4 في كمان 2 8 و م في م ب م تربيع، فدي هتطير مع دي يبقى هي سالب 1 على 8. يبقى الاجابه بتاعتي هي الاختيار ب بسالب 1 على 8. جميل جدا. اللي بعده 27 بيقول لك في المثلث س ص ع، س شرطه بكذا وعين شرطه بكذا وجتا ص بكذا، عايز مني الص شرطه. طب ما انا عارف برضو ان الص شرطه تربيع بيساوي س شرطه تربيع زائد عين شرطه تربيع ناقص 2 س شرطه عين شرطه جتا ص، اعتقد كل موجود موجود، يعني دي 20 تربيع زائد 16 تربيع ناقص 2 في 20 في 16 في جتا ص ب 4 من 10. بس هنحسب ده كله على الآلة الحاسبة. بسم الله، 20 تربيع زائد 16 تربيع ناقص 2 في 20 في 16 في 4 من 10 400. بس دي الص شرطه تربيع، يبقى اذا الص شرطه بيساوي جذر 400
اللي هي 20، يعني بالنسبة لي الاختيار بتاعي هو الاختيار ج. عدد حلول المثلث لام ميم نون الذي فيه قياس زاوية لام ب 40 وميم شرطة بكذا ولام شرطة بكذا. هنبدأ نجيب الارتفاع. الارتفاع بيساوي الضلع الثاني في جا الزاوية اللي أنا ببحث عنها، فالضلع الثاني هنا اللي هو ميم شرطة يبقى في جا لام. الميم شرطة بالنسبة لي 15 في الجا لام اللي هي جا 40، وهنحسب دي برضو على الآلة الحاسب، 15 ساين 40 تطلع معايا 9.6 تقريبا أو 9.65. حلو، لاحظت إن الارتفاع اللي هو العين أكبر من ولا لأ بالنسبة للضلع، سوري الضلع اللي إحنا بنبحث عليه، يعني أنا بالنسبة لي إن لام شرطة أكبر من الارتفاع وأقل من الضلع التاني اللي هو الميم شرط. ليه؟ لأن اللام شرطة 12 فهو أكبر من الارتفاع اللي هو 9.6 وأقل من الضلع التاني اللي هو 15. طالما الضلع محصور ما بين القيمتين دول يبقى انا عندي حلين، يعني المثلث ده له حلين اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. حل المثلث من الافكار الجميله جدا اللي انت لازم تراجعها وتكون عارفها. رقم واحد ارسم الشكل البياني. طيب هنا هصفر القوس، يعني س ناقص الواحد بتساوي صفر، دي هتروح يبقى اذا الس بواحد. طبعا ما فيش عدد بره يبقى نقطه راس المنحنى بالنسبه لي هي واحد وصفر. طيب ركز معايا كده، هنبدا نرسم واحد وصفر يعني على محور السينات هنا، وهيبقى بالنسبة لي ده المحور الجديد، وطالما معامل سين تكعيب موجب يبقى هي في الأول والتالت بتاع المحاور الجديدة، يعني هي هتبقى عاملة بالشكل ده كده. يبقى إذا دي يا باشمهندس رسمة الدالة بتاعتي، بيقول لك استنتج المدى. والله يا باشمهندس المدى هنا اللي هي واخدة من الصاد، فهي واخدة الصاد كلها ح. طيب الاطراد إيد الشمال أهي، فهي طالعة يا باشمهندس بالشكل ده، يبقى إذا هي تزايدية على مجالها. تمام تمام بس كده. ده سؤال سهل جدا ومباشر. اوجد في ح مجموعه حل المتباينه دي، المعادله دي. حاضر، بص س زائد الواحد الكل اس 2 على 3 هتساوي 4 اللي هي 2 اس 2. الاس ده هيروح الناحيه الثانيه مقلوب، يبقى دي س زائد الواحد، ولكن خلي بالك الاس ده ماله زوج يا باشمهندس، يبقى لازم موجب او سالب. جميل، هنا 2 اس 2 والاثنين على 3 هتروح الناحيه الثانيه 3 على 2، الاثنين هتروح مع الاثنين، يبقى دي موجب او سالب. 2 اس 3 ب 8، يبقى مرة س زائد الواحد بتساوي 8 ومرة س زائد الواحد بسالب 8. دي هتروح يبقى إذا الس ب 7، 8 ناقص الواحد، ودي هتروح يبقى إذا الس بتساوي سالب 9. يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي بالنسبة لي 7 وسالب 9. سؤال جميل جدا وفكرته حلوة. 3، إذا كانت الدالة دي متصلة عند س بيساوي سالب 3، فده معناه إن دالة سالب 3 يمين تساوي دالة سالب 3 يسار تساوي دالة التلاتة، وقلنا الاثنين مع بعض دول يديكوا النهاية. طب ما هي اللي يساوي برضه هي النهاية، يبقى أنا هبحث نهاية لما س تقترب من السالب 3. البسط ده هيتحلل تمام، وهنا بالنسبة لي هيبقى س زائد 3، س وس موجب 3 ناقص 1. ليه؟ دي 3 س ودي سالب س يديك 2 س، دي هتطير مع دي، يبقى دي نهاية لما س تقترب من السالب 3 في ظل س ناقص 1. سالب 3 ناقص 1 عوض بالس يبقى سالب 4. جميل، طب ما قيمة النهاية دي بتساوي الطرف ده، يعني سالب 4 هيساوي، هشيل السين واحط سالب 3 اللي هي دالة التلاتة زائد الألف، دي هتروح يبقى إذا الألف بيساوي سالب 1. يبقى أنا كده وصلت إن قيمة الألف بكام؟ بسالب 1، وهو المطلوب اللي بعده. 4، إذا كانت نهاية لما س تقترب من الكاف بتساوي، الكلام ده عايز مني قيمة الكاف، طبعًا دي يا باشمهندس نظرية 4، هنا أقص البسط على المقام 8 على 6 فما تقول إليه النهاية اللي هو الكاف، واطرح الأسس 8 ناقص 6 2، الكلام ده بيساوي 12. هنا على الاثنين فال 4 على الاثنين فال 3، ال 4 على 3 دي تمسحها من هنا وتروح الناحية التانية مقلوبة، بدل ما هي 4 على 3 يبقى 3 على 4، وهنا بالنسبة لي كاف تربيع، هنا على 4 فال 1 على 4 فال 3، يبقى الكاف تربيع بتساوي 9 جذر يمين جذر شمال، يبقى إذا الكاف بموجب أو سالب 3 هي دي المطلوب مني. تمام؟ تمام كده. كده يا باشمهندس احنا الحمد لله خلصنا محافظة النهارده ومحافظة الدقهلية، محافظة جميلة وأفكارها لذيذة وفي المتناول بأمر الله، إن شاء الله موعدنا الحصة الجاية مع المحافظة السابعة اللي هي محافظة السويس بأمر الله. كده يا باشمهندس وصلنا لآخر حصة النهارده، أتمنى إن أنا أكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، يا ريت لو استفدت تشترك في القناة وفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام مي رياضيات، وشكرا جدا.